فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: من قال إن السنة النبوية أو بعض الأحاديث فيها وحشية فهل يتهم بالردة بسبب قوله هذا؟ ما هو بيتهم، هذا مرتد. يقول إن الأحاديث الصحيحة فيها وحشية أو في بعضها، هذا ما هو متهم، هذا مرتد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.